هذه واحدة من النتائج المأساوية للحروب، أطفال بترت أطرافهم وأصبحوا يمشون بأطراف اصطناعية. عيد وشقيقته يمنى، فقدا الأم والأب والإخوة نتيجة لأحد البراميل المتفجرة. بترت ساق عيد، أما يمنى فبترت ساقها اليمنى. الطفل إبراهيم أصيب هو الآخر بشلل وأصبح عاجزا عن الحركة. مشاهد يزيد من صعوبتها عبيدة ابن العامين ونصف العام الذي بترت ساقه أيضا بسبب شظايا التفجيرات. فجأة ضرب برميل، يعني فجأة كنا بحد بعض كل حياتنا تفرقنا عن بعض، يعني هاد صار بجهة وهداك صار بجهة، أختي صارت غاد وهناك بعيد عني، وأمي صارت هون جنب أختي، وأنا طاير بالجو يعني ما عارف شو بدي أعمل. آخر شي نزلت على الأرض، يعني وأنا ملوح بالجو بدي أكل وشي بشي هيك مبلش بعمل بإيدي، يعني لقيت ولاد عمامي شافوني، عمي مات انقطع قطعتين من هون هيك، أمي ماتت كمان ضربوا كتير، ما لحقنا نطلع، نزل علينا صاروخ وأنا صوبت، وأمي وأخواتي استشهدوا وأولاد خالتي كمان استشهدوا. مركز سوريات عبر الحدود يكرس وقته وجهده لمساعدة الأطفال والنساء والرجال الذين يعانون من ويلات الحرب في سوريا. علاج نفسي وعلاج فيزيائي وطبيعي يحظى به المرضى في المركز الذي يعمل فيه متطوعون. نحاول إعادة تأهيلهم بالمجتمع، ريهابيتيشن، إنه تقديم كل المساعدات التمريضية الطبية والفيزيائية والنفسية، ونحاول متابعتهم حتى بعد شفائهم، مشان بتعرف الأطفال بيحتاجوا إذا كان في حالة بتر أو كذا تغيير الطرف من فترة لأخرى بتم في متابعة. آلاف الأطفال من سوريا فروا مع ذويهم أو بدونهم هربا من الحرب والعنف، وصلوا إلى مخيمات اللجوء في دول الجوار ويتلقون مساعدات قد تدفع عنهم الجوع، لكنها بالتأكيد لا تكفي لإنقاذ طفولة بريئة طحنتها راحة المعارك. في يوم الطفل العالمي أطفال وقعوا ضحية لعذبات العنف والنزاعات، وآخرون تمكنوا بواسطة منظمات وهيئات دولية من الحصول على الحد الأدنى من الرعاية التي تنقذ طفولتهم من الضياع. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.